الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الجسر العائم أو جسر بحيرة إيزايو العائم. جسر بحيرة إيزايو العائم معلم سياحي جديد سيضاف إلى السجل الإيطالي الغني أصلاً بالمواقع السياحية المهمة. تستعرض من خلاله تقنية إنشاء جديدة. ما هي هذه التقنية وكيف تم تنفيذها؟ دعونا نتعرف على ذلك من خلال المقال التالي. سيتمكن زوار بحيرة إيزايو ولمدة 16 يوماً بدءا من 18 من حزيران ولغاية 3 من تموز من السير على الماء، وذلك بواسطة جسر عائم بطول 3 كيلومترات يمتد عبر بحيرة إيزايو، ليفسح المجال أمام الزوار لأول مرة بأن ينتقلوا مباشرة دون استخدام الزوارق من مدينة سولزانو إلى جزيرتي مونتي آيزولا وسان باولو، والتي أحيطت كلياً بالجسر العائم. الجسر من تصميم كريستو وجان كلود، حيث استمدت من فكرة لهما تعود لعام 1970. وفي أيار من العام 2014 اختيرت بحيرة إيزايو كموقع لهذا الجسر نظراً لما يمتلكه محيطها من تنوع تاريخي وطبيعي، حيث تقدم الجبال المحيطة بالبحيرة إطلالة رائعة لمشاهدة الجسر. بني الجسر باستخدام نظام من المكعبات المنتظمة المصنوعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة، والذي يمكنها من أن تطفو على سطح الماء بعدد إجمالي بلغ حوالي 220 ألف مكعب. تمت تغطية المكعبات بحوالي 10,000 متر مربع من القماش الأصفر المتلألئ، حيث غطى هذا النسيج كامل الجسر والذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات إلى المدينة وكيلومترين داخل شوارع مدينة سولزانو، ليتكامل الجسر مع نسيجها الحضري. يمثل هذا المشروع بمقياسه الضخم أول عمل يكمل كريستو تنفيذه بعد وفاة جان كلود، ومول بالكامل بواسطة أعماله الفنية المبتكرة. يبلغ عرض الجسر 16 متراً ويرتفع 35 سنتيمتراً فوق سطح الماء، كما أن سطحه منحدر قليلاً عند جانبيه لمنع تجمع المياه عليه. ويتميز التصميم الجسر بإمكانية تموجه وفقاً لحركة مياه البحيرة، ولكن لا داعي للقلق، فقد أجريت مسبقاً في ألمانيا في آب من العام 2014 تجربة سرية لاختيار الألوان الأكثر ملائمة ولتحديد كمية المواد المطلوبة لضمان أمن وسلامة المنشأة. كما استخدمت مجموعة من الركائز الثقيلة المستقرة في قاع البحيرة المرتبطة مع الجسر العائم في بحيرة إيزايو لمنع الجسر من الانحراف عن مساره المحدد بفعل حركتي المياه والرياح. كما جهزت عناصر الجسر الرئيسية مسبقاً في ساحة مخصصة لذلك تطل على البحيرة، تحوي حوضاً جمعت فيه الأجزاء الرئيسية والتي كانت بطول حوالي 100 متر وعرض 16 مترا. استخدام الجسر مجاني ولا يحتاج إلى تصاريح خاصة أو شراء التذاكر، فهو ملك للجميع ويعتبر امتداداً للشارع العام، ويمكن استخدامه خلال الفترة المذكورة سابقاً في أي وقت تسمح به ظروف الطقس. فوفقاً للوكالة الإيطالية للأنباء ليغو، تم إخلاء الجسر في يوم الافتتاح بسبب عدد الزوار الكبير وحالة الطقس العاصف. وهكذا يقدم لنا مثال جديد انطلق تصميمه من فكرة بسيطة ليجذب الانتباه إلى بحيرة رائعة كانت لفترة قريبة مجهولة بالنسبة للكثيرين. وأنتم أصدقائي، هل لديكم أفكار أخرى يمكن تنفيذها لجذب الاهتمام لمدنكم الجميلة؟